موقف محرج كتير وقعت فيه الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد انتقادها للفنان الكويتي نبيل شعال بسبب تداول المتابعين غنية إلو بيمدح فيها أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبعد ما مرق وقت على وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليتبين إن غنية قديمة كانت راحة شعال من 3 سنين. وقالت السعيد الفنان الكبير نبيل شعال: جميل شعورك الوطني تجاه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بس ما كان من الأفضل تأجيل الأغنية لتنتهي الوفود المعز بسمو الأمير الراحل قلوبنا بعد مجروحة. هيدا التعليق عرض السعيد لكتير من الانتقادات لأن الغنية قديمة، وطالب المتابعين إنها تتأكد من معلوماتها قبل ما تنتقد. وبعد هالضجة اعتذرت السعيد من شعال وقالت: بعتذر للفنان الكبير نبيل شعال لأن غنيته لصاحب السمو الشيخ نواف صار 3 سنين ومنا جديدة حسب ما لقيت على يوتيوب. وتابعت: العتب على اللي نشر الغنية بهالوقت وما احترم حدادنا. بفيصل بيستاهل كل الأغاني والقصايد بس بعد مرور فترة الحداد احتراما لأهل الكويت. لمعرفة كل الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.